الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي مجددا في برنامج مخ الهدرة، وحديثنا اليوم راح يكون عن شخصية ثورية كبيرة ورجل دولة وسياسي محنك عرفته الجزائر. تأتي ذكرى وفاته في ديسمبر، بالتحديد 27 ديسمبر 78، شخصية الرئيس الراحل هواري بومدين أو محمد بخربة. إذن شخصية بومدين هي شخصية كاريزمية بامتياز، وأحد الأسماء التي سجلت نفسها في التاريخ على المستوى العربي والمستوى الدولي. عرف بكثير من المواقف كرجل دولة، قاد المسيرة يعني من 65 حتى 78، مسيرة طويلة في الدولة الجزائرية، ويحسب له كثير من الأمور. شخصية هواري بومدين يعني كتب حولها الكثير، وهناك العديد من المراجع، فكتب عنه محبوه كما كتب عنه خصومه أو حتى أعداءه. كثير من القراءات أو من المراجع اللي ممكن نرجع إليها في الحديث عن هذه الشخصية، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية أو حتى ربما الأطروحات الجامعية إن وجدت. إذن شخصية الهواري بومدين يعني كتب عليها أهم شخصية يعني تبعه عن كثب يعني، وعرف عنه الكثير، ورصد حركاته ورصد يعني أفكاره وقراراته. كان من قريب يعني شخصية الدكتور محي الدين عميمول الذي كان يعمل معه في الرئاسة، مكلف بالإعلام على مستوى الرئاسة. كتب عليه هذا الكتاب أيام مع الرئيس هواري بومدين وذكريات أخرى، ربما من أهم الكتب التي سجل فيها كثير من الذكريات يعني، وكتابته مميزة يعني، ففيها كثير من المعلومات وكثير من الطرائف، ويعرف كيف ينتقي يعني أفكاره يعني، وينتقي يعني المعلومات بطريقة ذكية جدا. هذا من الكتب المهمة لتعرف على حياة الرئيس الراحل هواري بومدين، خاصة في فترة الرئاسة طبعا. كذلك المستاش دائما الدكتور محي الدين عميمول كتب هذا الكتاب أيضا على الرئيس هواري بومدين، المستاش كما كان يعرف. ففي هذا الكتاب أيضا يسجل أيضا كثير من المواقف وكثير من الأمور المهمة حول هذه الشخصية الثورية، الشخصية الكاريزمية. كذلك عندنا بالإضافة لمحي الدين عميمول هناك مذكرات المعروفة لأحمد طالب الإبراهيم الذي كان أحد الوزراء، الذي قاد أحد الوزارات المهمة التربية في البداية، ثم بعد ذلك يعني ربما كان وزير الإعلام والثقافة. ففي هذا الكتاب يعني الجزء الثاني من مذكرات جزائري هاجس البناء من 65-78، وهي المرحلة التي رفق فيها الرئيس هواري بومدين. الفرق فقط أن طالب الإبراهيم يعني هو أقرب الجانب الرسمي، و فيه يتحفظ يعني معروف بتحفظه الكبير. كذلك من الكتب المهمة التي كتبت هذا الكتاب الأستاذ محمد صالح شروف، رئيس أو رفيق الرئيس الراحل هواري بومدين. هذا الكتاب اللي يتحدث عن الرحلة هذه، رحلة أمل واغتيال حلم. ففي هذا الكتاب يتحدث عن الرحلة التي قام بها الرئيس الراحل هواري بومدين رفقة هذا محمد صالح شروف إلى القاهرة، ويتحدث عن بعض المحطات يعني في المهمة يعني في هذا الكتاب. كتاب أيضا جدير بالقراءة والاقتناء.
كذلك عندنا من الكتب المهمة التي تتحدث عن فترة القيادة، الجانب العسكري لشخصية هواري قمدين والاستراتيجي، هو كتاب محمد زروال، القيادة العسكرية العليا لجيش التحرير الوطني في الحدود الشرقية والعلاقات الجزائرية التونسية. إذن في هذا الكتاب يتحدث محمد زروال، وهو ضابط متخرج أيضا متقاعد من الجيش من تبسة، له كتب مهمة من بين هذا الكتاب يعني اللي ركز في جزء كبير منه على الشخصية العسكرية والاستراتيجية للرئيس الراحل هواري بومدين في فترة الثورة. يعني هذا مهم جدا في فترة الثورة، ربما نشوفه حسب الفهرسة هنا، يعني بعض العناوين المهمة: الفصل الأول قيادة في الثورة، الفصل الثاني المنظمة شبه العسكرية وظهور جيش التحرير الوطني، الفصل الثالث الترسانة العسكرية الفرنسية في مواجهة جيش التحرير الوطني، الفصل الرابع الحدود الشرقية وبناء خطي موريس وشار والعلاقات الجزائرية التونسية، الفصل الخامس توتر العلاقات بين وزارة القوات المسلحة وقيادة الولاية الأولى والقاعدة الشرقية، في الفصل السادس العقيد ناصر وقيادته لجيش التحرير الوطني في الحدود الشرقية، الفصل السابع هنا يبدأ الحديث عن شخصية هواري بومدين العسكرية كما قلنا الاستراتيجية، تقريبا من صفحة 347 حتى صفحة يعني 300 أو 406 تقريبا، يعني أكثر من 50 صفحة مخصصة لهذه الشخصية تحت عنوان العقيد هواري بومدين أو الدماغ المبدع قائدا عاما لجيش التحرير الوطني. تحدث عن القيادة الناجحة، قيادة العمليات العسكرية منطقة الجنوب، الموت الغامض لأول قائد لقيادة العمليات العسكرية منطقة الجنوب، الوحدات المقاتلة في منطقة الجنوب وتجهيزات العسكرية العامة، الإمداد والتمويل في منطقة الجنوب، استقالة هيئة الأركان، توقيف القتال 62 والاجتماع التنسيقي بين هيئة الأركان العامة وقيادة العمليات العسكرية من منطقة الجنوب والشمال، تحويل جيش التحرير إلى الجيش الوطني الشعبي. إذن أيضا من الكتب المهمة حول شخصية هواري بومدين. كذلك لو نتحدث أيضا عن بعض الجهة الأخرى من الخصوم، نجد العقيد الطاهر زبيري اللي قاد، يعني كان آخر هو آخر القادة الأوراس، قادة الأوراس التاريخيين، العقيد الطاهر زبيري مذكرات آخر قادة الأوراس التاريخيين من 29-62 عن منشورات لانيب. كذلك عنده نفسه العقيد الطاهر زبيري كتاب نصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري. أيضا العقيد الطاهر زبيري، احنا نعرف أن العقيد الطاهر زبيري هو الذي قاد الانقلاب في 68 ضد بومدين، ولكن لم ينجح هذا الانقلاب، وتحدث هنا عن كثير من الذكريات، يعني وحتى اللي يسوغ للمبررات الانقلاب علاش قاد هذا الانقلاب ضد هواري بومدين، ويرصد كثير من الملامح شخصية هواري بومدين ومواقفه. كذلك عندنا الرئيس بن يوسف مخدة، بالإضافة إلى كتابه جذور ثورة أول نوفمبر، كان الكتاب هذا اللي كتبه الطاهر آية حمو رجال صنعوا التاريخ، يتحدث فيه عن بعض المحطات مع الرئيس بن يوسف بن خدة. هنا في هذا الكتاب يتعرض إلى الخلاف بين الحكومة المؤقتة و الحكومة المؤقتة وبين هيئة الأركان أو قيادة الأركان. إذن خاصة في نقرأ في بعض ما حاوله في اللقاء الخامس، يتحدث عن خروج لجنة التنسيق والتنفيذ، اجتماع المجلس الوطني الثوري الجزائري، اجتماع القاهرة وتكوين لجنة التنسيق والتنفيذ الثانية، إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لم يحل الأزمة، تفاقم الأزمة وظهور الثلاثي القوي، يعني البقاءات الثلاثة بوسوف بن طبال وكريم بالقاسم، اجتماع العقداء العشرة اللي هنا نتج عنه إنشاء هيئة الأركان العامة بقيادة هواري بومدين.
ثم بعد ذلك تحدث عن حادث التيار الفرنسي في انفجار الأزمة بين الحكومة وهيئة الأركان، يعني بين بن خدة ومدين، تشكيل الحكومة المؤقتة الثالثة تحت رئاسة بن خدة، ثم اتفاقيات فيان، اتصال بومدين بن بلة في السجن، وهيئة الأركان ومشاركة في مفاوضات فيان. إذن هذا أيضا من الكتب المهمة. كذلك نجد علي هارون نتحدث عن في بعض المحطات هذا خيبة الانطلاق أو فتنة صيف 62، لما وقع الخلاف بين الأخوة الفرقاء، يعني بن بلة وهيئة الأركان بومدين من ناحية، والولاية الثالثة والرابعة من جهة أخرى، وكان مع بن بلة بومدين كان أيضا الولايات على ما أعتقد الأولى والخامسة، الأولى والخامسة وربما حتى السادسة. إذن هذا أيضا من الكتاب اللي يتحدث فيه عن فقرات مهمة لمن حب يطلع ويتعرف على فتنة صيف 62 التي كادت أن تؤدي بحرب أخرى أهلية لولا لطف الله ولولا يعني تعقل العقلاء. إذن هذا الكتاب يتحدث عن لماذا هذا الكتاب ولماذا ينشر الآن، دورة طرابلس، يبدأ من دورة طرابلس ومن بداية النزاع اللفظي، ثم قضى الدورة بدون وصول إلى قرارات مهمة، بقيت معلقة دورة طرابلس، المنظمة العسكرية السرية ورجفات اليأس، واهتزت الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية، المواجهة اللفظية، النزاع المسلح، ونحو دولة القانون. كذلك من الكتب اللي صدرت حديثة للراحل عبد العزيز بوبكير هو 19 جوان 1965 انقلاب أم تصحيح ثوري. إذن كثير من محطات الحديث عن شخصية بومدين، يعني هناك كثير من محطات، أول حاجة هو خروجها من الجزائر يعني ومن المدرسة الكتانية والرحلة إلى تونس ثم إلى القاهرة، الرحلة للقاهرة اللي كان حاب يلتحق فيها بالتعليم في الأزهر الشريف، ولكن بعد ذلك التحق بالتكوين العسكري عندما اندلعت الثورة. وبن بلة يتحدث في مذكراته يقول أنا الذي أقنعت بومدين بالانضمام للثورة، ثم بعد ذلك يعني دخول بومدين يعني بالباخرة المعروفة دينا على ما أعتقد أو أطوس، دخل بها إلى بالأسلحة، ثم تمركز يعني في القياء في الولاية يعني الخامسة، وكان مع بوصوف، واستطاع في وقت قياسي أن يكون هو القائد الولاية الخامسة التاريخية بعد بن مهيبي وبوصوف جيهو. وفي فترة العمل تاعه في المغرب يعني كان يعني مع بوصوف، وبالتالي وبوصوف كان هو المكلف بالاتصالات، يعني بالاتصالات، والاتصالات يعني كانت مهمة، يعني من الوزارات المهمة، يعني تعنى بشؤون المخابرات وبشؤون المعلومات العامة والجوسسة المضادة وغيرها. إذن يعني كان بومدين يعني تكون على يد بوصوف. ثم بعد ذلك يعني بروز بومدين كشخصية عسكرية مهمة أثناء اجتماع العقداء العشرة في 59، وشفنا كيفاش يعني أنشئت هيئة الأركان علاش، نظرا للخلافات اللي كانت بين الباءات الثلاثة، كما قلنا بوصوف وبن طوبال وكريم اللي كانوا الباءات الثلاثة الأقوياء، وخاصة كريم بالقاسم كان يعتبر هو وزير يعني الحربية ووزير الدفاع، يعني من أقوى الشخصيات، مما الصراع بين هذه الباءات الثلاثة يعني كانت عندها أثار سلبية على الثورة في الداخل، وبالتحديد على المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية كان يعني كان فيها قيادة خاصة يعني منفصلة عن القيادة في الغرب، كان بومدين في الغرب، وكان في الجهة الشرقية هذا سعيد، يعني محمد سعيد،
يعني معروف يعني أحد القيادات المعروفة. وفي ظل يعني هذه الأوضاع جاء اجتماع العقداء العشرة لمدة تقريبا 3 أشهر حسب ما يذكر، وتم إنشاء هذه هيئة الأركان وتكليف ممدين العقيد هواري ممدين، وهذا الاسم الثوري الذي عرف به محمد بخروبة، ومعه يعني مساعدان. إذن ونجح ممدين في تنظيم هذه قيادة الأركان، وعادت الأمور يعني حسب ما يتحدث الكتاب إلى 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 نصابها، واستطاع تنظيم الجيش خاصة في الحدود الشرقية وفي الحدود الغربية وفك النزاع والصراع. يعني كان هناك نوع من الانضباط نجح فيه والصرامة، وعرف يعني بالتواضع تاعه يعني هذه الشخصية بمدين، وأنه كان شخصية خجولة متواضعة، وكسب يعني ود الجنود والقيادات في الجيش. ثم بعد ذلك تجي مرحلة يعني هذه مؤتمر طرابلس، وبعد خروج يعني القادة الخمسة التاريخيين من السجن، وهنا في مؤتمر طرابلس بدأ الخلاف. هذا الخلاف يعني خلى أن الحكومة المؤقتة يعني جماعة يعني تروح لتونس، وعلقت يعني الدورة ولم يستطعوا الخروج بنتيجة. وكان هناك اتصال يعني بمدين حسب الروايات، يعني بعث الراحل أو المرحوم عبد العزيز بوتفليقة إلى السجن اتصال بضياف أولا، ثم بعد ذلك من بلة. تسارعت يعني الأحداث، وأصبح هناك حلف ما بين بن بلة وما بين بومدين، وبعد يعني دخلوا يعني هذا الجيش يعني الحدود إلى العاصمة، وفق ما يعرف بأزمة صيف 62 كما أشرنا إليها. إذن بعد يعني كما نقولوا إحنا يعني كثير من الأحداث التفصيلية، حكم بن بلة كأول رئيس يعني للجزائر المستقلة. فترة حكمه لم تدم طويلا، 3 سنوات أو أقل. وقع هذا ما يسمى بالانقلاب والتصحيح الثوري نتيجة عدم الاتفاق على كثير من الأمور. إذن وشخصية مدين يعني معروف بأن الشخصية يعني كان يمتاز كما نقول إحنا بالتحفظ، وما يتكلمش ياسر، وكان شخصية خجولة وحذرة، حتى أنه كان في أوقات كثيرة ما يعرفوش شو يبات، يعني يبات في السكنات، يعني ما يباتش في منطقة معروفة. هذا قبل أن 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 يتولى الحكم كرئيس للدولة. إذن شخصية بومدين فيها كثير من الأمور يعني تستحق يعني التوقف عندها والانتباه في دراسة هذه الشخصية الكبيرة، شخصية الكاريزمية والمؤثرة التي يعني بكاها الجزائريين، بكاها الجزائريون وغير الجزائريين يعني من العالم العربي، وقال فيه يعني حتى الأعداء ورؤساء الدول كلام كبير، يعني حتى يقال أن الرئيس ربما رئيس الولايات المتحدة على ما أظن أحد الرؤساء يقول أن يعني كان لا يستطيع أن ينظر إليه يعني في عينيه. وعرف يعني هواري بومدين بعد ذلك بالنظرات الثاقبة يعني وبالهيبة لكل يعني من تعامل معه، عرف هذه الهيبة، هذه الهيبة والحزم يعني والانضباط. يعني كان في فترة الرئاسة أول من يدخل وآخر من يخرج، يعني حتى أوقات متأخر من الليل، ولكن كتب يقول الأضواء شاعلة مشعولة يعني في الرئاسة، في قصر الرئاسة. كذلك يعني بومدين يعني لم يتورط بصفة مباشرة يعني في اغتيالات أو إعدامات كما وقع مثلا مع بن بلة. بن بلة يعتبر يعني متهم الرئيسي في قضية إعدام شعباني، لأن هو كان رئيس الجمهورية، وكان بإمكانه إصدار عفو. وحسب مذكرات الشاذلي من جديد، الراحل المرحوم الشاذلي من جديد اللي خلف بومدين، يتحدث على أنه كان ينتظر من بن بلة أن يستصدر عفو. ولما الشاذلي نفسه يقول اتصلت بن بلة حتى أنه ربما أسمعه ما لا يرضى من القول.
إذن بومدين لم يتورط بصفة مباشرة في قضية إعدام شعباني، رغم أنه كان منافس له، كان مختلفين، ومعروف موقف شعباني من قضية انضمام ضباط فرنسا إلى جيش التحرير. كذلك يعني بن بلة يعني كان يعني دار الإقامة الجبرية يعني الإبراهيمي، رئيس جمعية العمال المسلمين الجزائريين، واحد الشخصيات المرموقة، في حين نجد أن بومدين حضر الجنازة، يعني جنازة الراحل البشير الإبراهيمي، وأكثر من هذا أن أخرج طالب الإبراهيمي نفسه كان في السجن في عهد بن بلة، وألح عليه في قيادة إحدى الوزارات في الحكومة الجديدة بعد هذا الانقلاب تاع 19 جوان 65. إذن بومدين يعني كان ذكي واستراتيجي، ولكن في نفس الوقت هناك من يعتبره بأنه كان مثال المستبد المستنير، مستبد مستنير باعتبار أنه ما كانش يعني في هذاك الوقت في وقت حكمه ما كانش يعني حاجة اسمها الديمقراطية والأحزاب وهذه الأمور، وكان الحكم فردي يعني بصفة عامة. والقائد الزبيري هنا يتحدث، العقيد الزبيري في مذكراته عن مجلس الثورة، يقول أن مجلس الثورة ما كانش عنده حتى فعالية أو صلاحيات. ويقال أن بومدين يعني في 77 وفي الشهور الأخيرة أو في الأعوام الأخيرة كان يفكر في تغييرات جذرية في هرم الدولة، وفتح المجال لربما للحريات أو شيء من هذا القبيل، كذلك للتصحيح أو لترميم البيت الجزائري وتعديل يعني منهج القيادة. على كل حال يعني مهما قيل في بومدين فهذا هو الإنسان، هناك من يحبه هناك من يكرهه، ومهما يكن فهو ليس بمعصوم، والأخطاء هذه موجودة، وهذه احنا نستفاد منها يعني والأجيال تستفاد منها. فذكرى رحيله واري بومدين يعني تبقى من 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 الذكريات المؤلمة والحزينة، باعتبار أن بومدين جاء في عصر خاصة بالنسبة لجيلنا احنا نعتبره العصر الذهبي للجزائر بجميع المقاييس. كان هناك احترام كبير للدولة الجزائرية وهيبة عظيمة لها في الداخل وفي الخارج. إذن رحم الله الهواري بومدين، ورحم الله الشهداء الأبرار، ونلتقي في حصة أخرى بحول الله.